هنبدأ جولتنا مع حضراتكم من جريدة الأخبار والعنوان مدبولي في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب، 100 منحة من الرئيس السيسي لدعم المواهب بالعالم الإسلامي. عنوان آخر من جريدة الدستور وهو مدبولي يشهد احتفالية عام الإيسيسكو للشباب نيابة عن الرئيس السيسي. أستاذ زكي، حضرتك إزاي شايف اهتمام الدولة بعام الإيسيسكو للشباب وما تم الإعلان عنه من مبادرات بالأمس؟ يعني خلينا نؤكد في البداية أن الدولة المصرية لديها اهتمامات رئيسية، ويظهر في مقدمة هذه الاهتمامات ملف الشباب تحديدا، لأن الدولة المصرية كان لديها رؤية أن احنا ازاي ندعم تواجد الشباب المصري في كثير من المحافل الدولية، بالإضافة إلى دعمهم في المجالات سواء الشق التنفيذي أو الشق التشريعي أو الأمر السياسي عموما في الدولة المصرية. والدولة اتخذت عدة إجراءات، عشان كده مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة نيابة عن السيد رئيس الجمهورية تأتي في هذا الإطار، إن احنا عملنا إيه؟ عملنا إيه بالفعل؟ لأن دايما أحب أن أؤكد على إن الدولة المصرية دايما ما بتديش عنوان كبير، يعني معنى ما بنقولش احنا بنهتم بالشباب وما نقولش تحت هذا العنوان احنا عملنا إيه؟ لا، الدولة المصرية عملت بالفعل إجراءات، نقدر نقول 1 و2 و3 و4 من الإجراءات اللي وصلتنا إن احنا قبل ما المنظمة تطلق عام الشباب، احنا في الدولة المصرية أطلقنا عام الشباب قبل كده واشتغلنا على هذا الإطار، وفي السكة عملنا عدة خطوات بدأناها والناس تتذكر بالمؤتمر الوطني للشباب اللي كان بيتم في عدد من المحافظات، واللي نتج عنه فكرة الأكاديمية الوطنية للشباب اللي أصبحت بعد كده بشكل أوسع اللي هي الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب. نعم. ومع مؤتمرات وطنية الشباب والأكاديمية نتج حاجة اسمها منتدى شباب العالم، واللي دايما أحب أن أوصفه أنه براند عالمي على أرض مصرية. حي. أصبح قبلة بيتبعها الشباب على مستوى العالم، وعشان كده المؤتمر الأخير واللي حضر الدكتور مصطفى مدبولي يتحدث في هذا الإطار، إن إحنا لدينا من الشراكات الحقيقية اللي قدرنا نستهدف فيها منجزات حقيقية، عشان كده لما إحنا بنروح نقدم للعالم الإسلامي 100 منحة ولدينا ريادة في الاهتمامات، وسيادة الرئيس لديه اهتمام حقيقي. يعني إحنا مثلا نتذكر في الالتزام الأخير بتاع حكاية وطن لما تحدث حوالين إحنا نفسنا الشباب يروحوا ناحية الكليات العملية اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي هو التحول الرقمي، الحاجات اللي العالم عايزها، ربما يكون سوق العمل عفوا هيكون محتاجها في العلم مع العمل، لأن العلم الأساسي لو إحنا أسسنا نفسنا بدل ما نتجه للكليات النظرية، وطبعا في احتياج ليها لكن ما يكونش بهذا العدد الكبير، لو إحنا قللنا الكليات النظرية يكون العدد فيها أقل، والكليات العملية اللي بتتوافق مع متطلبات العالم نقدر هنا نصل لموضوع ريادة الأعمال. يعني انت حضرتك تقدر وانت شاب من الشباب بتتابع هذا الأمر، لو انت اتجهت بقبلة ناحية الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي وانت قاعد في بيتك تاخد دورات وكورسات هتدخل لك دخل كبير جدا. واتذكر ان وزير الاتصالات حينما رد على سيادة الرئيس في كلمته في مؤتمر حكاية وطن قال له ان الهند محتاجة 1,000,000 وظيفة، 1,000,000 وظيفة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والحاجات دي. تخيل حضرتك الهند دي اكبر دولة اصلا في العالم بمليارات الدولارات شغالة في القصة ومكملتش العدد اللي هي محتاجاه، ما بالك بدول اخرى. فبالتالي هذا يتوافق مع رؤية متكاملة بالفعل احنا عملناها للشباب، احنا محتاجين بس ايه ان الشباب يجوا معانا في هذا المستهدف. وقبل الشباب الاسر، واحنا قبل كده قلنا في موضوع التنسيق بتاع الثانوية العامة، الساعة اللي بتقعدها في التنسيق تساوي العمر كله، بدل ما تدور على ابنك على كلية يمين وشمال وانت حاسس ان هي دي بتطمنك وتطمنه، لا، انت ممكن تاخد معاه المغامرة وتروح معهد او تروح اتجاه معين او دبلومة معينة هتقدر تفيدك. بالظبط، مش مغامره حتى بمفهوم العصر يا استاذ زكي، ما بقتش مغامره كبيره حتى، لانه كلنا شايفين زي ما حضرتك بتذكر اللي هو سوق العمل مفتوح في ايه، المجالات المطلوبه، الاحتياج الفعلي الواقعي الان واللي هيتضاعف خلال السنوات القادمه فيما يتعلق بسوق التكنولوجيا والذكاء الصناعي الى اخره. بس ما زلنا مع نفس الموضوع ومع حضرتك بتذكره، في ايضا عنوان في اليوم السابع بيقول مدبولي يشارك في احتفاليه اطلاق عام الإيسيسكو للشباب ويؤكد قضايا الشباب أولوية للرئيس السيسي والدولة المصرية. إزاي من وجهة نظر حضرتك هيؤثر هذا الحدث في وضع استراتيجيات نقدر نقول إن هي كفيلة لتحسين الظروف التعليمية والاجتماعية وأيضا حماية التراث في دول العالم الإسلامي؟ يعني خلينا في هذا الإطار تحديدا، هي فكرة إن إحنا إزاي نؤهل شباب يكون لديهم قدرة على إدارة
ما نمتلكه من قيم وتاريخ، لأنه يميز العالم الإسلامي والعالم العربي إن لدينا إحنا دول قديمة شوية قبل يعني ناس الأمريكا العظمى دي ما بلاش 100 و150 سنة 200 سنة يعني في هذا الإطار، إحنا دول قديمة شوية فلدينا تراث ولدينا قيم شويتين ثلاثة فإحنا محتاجين ناس تبقى محافظة عليه. إن أنت تحافظ عليه إزاي؟ يبقى لازم نطور أدائك التعليمي بشكل محترم للغاية، نعمل نوجد عندك فكرة الانتماء وفكرة إن إحنا لدينا انتماء مؤتمنين بشكل حقيقي على ما لدينا في هذا الإطار. عشان كده برضو عشان نروح للقصة دي يبقى لدينا أولوية، إحنا نشتغل على بنية تعليمية سليمة، بنية صحية سليمة، بنية رياضية سليمة. حتى أنا كنت شايف وزراء التعليم الأساسي وزير الشباب وعدد من وزراء المعنيين بالحتة دي حاضرين المؤتمر، يعني عشان بس دايما الناس تسأل هو ليه الوزير الفلاني حاضر والوزير الفلاني التاني مش حاضر المناسبة دي، لأن هنا في ذوي اختصاص. إحنا لما نتكلم على قطاع الصحة وقطاع الرياضة وقطاع التعليم الأساسي والتعليم العالي، المنظومة دي هي اللي بتكمل شاب نموذجي يقدر يبقى مسؤول بكرة وبعده عن دولته أو مسؤول عن القيم اللي بيحافظ عليها، مسؤول عن التراث، عشان يشتغل في هذا الإطار. بالحديث عن إعداد الشباب والكوادر الشبابية من جريدة الوطن هنقرأ منها عنوان: رئيس الوزراء حريصون على إعداد شباب مبادر وقادر على مواجهة المستقبل. إزاي استطاعت الدولة إن هي وبخطة ثابتة حقيقة في إعداد كوادر شبابية في جميع المجالات مش مجال واحد يا أستاذ الزكي؟ هي أخطر حاجة على أي دولة أي أمة إن يحصل فيها عملية فقد الاتصال الجيلي ما بين جيل وجيل، يعني يبقى في جيل كبير وجيل تحتيه وما يبونش ما يبانش فيهم النص المساحه اللي في النص. يعني انت حضرتك تسمع دايما الناس اللي فوق ال 45 و50 سنه يقول لك انا استاذي فلان الفلاني وانا استاذي فلان الفلاني وانا استاذي فلان الفلاني. انت دلوقتي لو سالت الجيل اللي هو تحت 25 و20 ممكن يقول لك الانفلونسرز والبلوجرز والمش عارف لاعب الكوره، فعلا القيم ربما تم تغيير فيها. طب احنا هنا دور الدوله ان هي تبقى موجوده في هذا الاطار، عشان كده الدوله اشتغلت على موضوع اعداد زي الاكاديميه الوطنيه للتأهيل والتدريب، اشتغلت على موضوع مشروع التعليم، حتى ان سياده الرئيس في الحوار الوطني احلوا مشروع المجلس الاعلى للتعليم عشان تبقى منظومه التعليم متكامله مع بعضها، عشان نحط استراتيجيات متكامله. سياده الرئيس لما كنا نتكلم على التعليم اقر ان احنا ننشئ 100 مدرسه ونشتغل عليها 100 مدرسه اللي هي اكبر من فكره المدرسه الحكوميه القديمه، لا تجربه جديده كمان ارتباطا بموضوع المدرسين اللي بياخدوا تاهيل في الاكاديميه العسكريه اللي سياده الرئيس برضه شرحه بشكل رئيسي، قال لك ان احنا عايزين نعد ناس قادره وتكون مؤتمنه على ان هي تعد هذا الجيل. فاحنا لما بنشتغل على الشباب ونقدر نعمل لهم منظومه سليمه ومنضبطه، ربما يكون حدث خلل في ال 30 40 سنه اللي فاتوا في الاسر نفسها اللي مسؤوله عن الشباب والاطفال، هم نفسهم اصبحوا يصدروا لهم لا انت دور على سفر بره، دور على شغل بره. القصه دي احنا كنا لازم الدوله المصريه تدخلها. طب تدخلها ازاي؟ تدخلها بجهد من القياده السياسيه، وده بدا منذ 2014 وباموال، لان احنا اي حركه لازم فيها فلوس، فاحنا بالتالي وفرنا فلوس نبني مدارس، نعمل التابلت، نعمل السيستم بتاع المنظومه، نعمل الاتصال ما بين كل مؤسسات الدوله واللي هينتج باذن الله من المجلس الاعلى او الوطني للتعليم اللي باذن الله هينشا بعد كده ويعرض على البرلمان. لما نشتغل على دي نعد شاب نموذجي يليق باسم جمهورية مصر العربية اللي فعلا تستحق ناس يكون مؤتمنين عليها.